بعض المعطيات المرة هذه يجي من مجلس النواب ويهزنا إلى وزير الرياضة والشباب والرياضة كمال دقيش اللي يحكي على موضوع الرهان الرياضي. الرهان الرياضي توانس يعرفوه بالأساس مرتبط بشركة البرومو سبور، ولكن كمال دقيش الوزير يذكر أنه فما شركات أخرى دخلت على الخط. هذه الشركات برشا فيكم رام شافوها في الحوم، وخاصة الحوانت اللي موجودة كبوبلينات تظهر لك من برا، ولكنها من داخل هي شركات للرهان الرياضي. رقم ملفت، قالوا الوزير يحكي على مبالغ تتجاوز 3000 مليار تم استعمالها في الرهان الرياضي الموازي. نسمعوا كمال دقيش. بين 3000 و7000 مليار كل عام بالنسبة للرهان الرياضي الموازي. وأعي ما أقول، وتعرفوا أنه شباب الكل يعني في الرهان هذا، الرهان الرياضي ماهوش راهو ورقة برومو سبور وكذا، هذوما راهو ناس إلكترونيك مو قدامهم الأورديناتور ويدخلوا ويلعبوا، عندهم الكازينو وعندهم كذا وكذا. المشكل هو أنه ثم عباد صار لها ثراء فاحش من الرهان الرياضي الموازي اللي هو غير قانوني. أي شركة خارجة على البرومو سبور تنشط في الرهان الرياضي هي شركة غير قانونية. هذه الشركات تنشط على خاطر وقت اللي قدمت الملف نتاعها أليبوك في السجل التجاري قبل 2018 قبل ما يجي الإعلانو، شنو هو النشاط نتاعها؟ خدمات إعلامية. بالنسبة لهم قالوا ثم اعتراف من المشرع التونسي بوجود هذه الشركات، بما أن المشرع في قانون المالية 2021 تحدث على الريفينو اللي جايين من الرهان الرياضي. هذا صار خلل، خلينا نحكيو علاش الخلل هذا، لأنه كان مقصود، لأنه كان فيه تغطية على العديد من الشركات اللي هي تعتبر شركات مافيوزية. ونقولها وأعي ما أقول، شركات مافيوزية دخل في العام بين 3000 و7000 مليار. مخ حتى لهنا الارقام ماعادش عندها معنى يظهر لي. شنو رايك في كلام الوزير؟ ما نفهموش الارقام، فما بالك بهذه الارقام الكبيره. انا فقط اتوقف عند توصيف سيد وزير الشباب والرياضه سي كمال دقيش لموضوع الرهان الرياضي بانه موازي. هذا يتضمن انه ثم رهان رياضي الرسمي، وهو اللي تحب الدوله يكون مونوبول خاص بالدوله، وهو الرهان الرياضي من خلال شركه البرومو سبور في تونس اللي تهتم اساسا بيظهر لي بالرياضه بالكوره فقط. أي تقريبا. أي من قبل ديما، من مده، من قبل حتى ما تخرج هذه الانواع الجديده للرهان الرياضي من خلال الانترنت والشركات اللي تحل في البدايه كشركات خدمات اعلاميه بالضبط. ثم تتحول الى سال نتاع العاب، ثم من داخل الالعاب تولي فيها الرهان، والرهان كبير والناس تشارك فيه أشكال وأنواع، والشباب يشاركوا فيها أشكال وأنواع كما كانوا قبل يشاركوا على الزويل والسباق بطريقة موازية. أنا نتسأل فقط لماذا الدولة تحتكر الرهان؟ يعني تو الدخان تتكيف الدولة قلنا ما يسالش، ولكن أيضا تحب تحتكر هي فقط الرهان. تتقمر. وهذا خاصة إذا ثم رهان ينبغي أن يؤطر قانونيا. رأى أنه الدولة مش تقعد تتصدى وتتهم بأنهم مافيوزية وكذا. لا، وهو ثم شكون استثرى؟ إذا استثرى استثر على حساب المال العمومي. لبت. هو شارك في رهان، ينبغي ان ترافق التشريعات هذه الممارسات الموجوده في العالم كله. راهو المنع ليس له من سبيل في وقت من الاوقات. لا لازم نفهموا انه يلزم تقنين هذه المواضيع. مثالش قننهم ووضع عليهم الادائات تطوير التشريع تماما. تطوير التشريعات والدوله تولي تراقب، والدوله ايضا تاخذ تفرض اداءات على هذه الشركات بالضبط. وعلى المشاركين، والفلوس تدخل لهم ايضا، تنجم الدوله تعمل منها مداخيل. ما المشكله؟ تفرض اداءات وتفرض نظام مختار، لانه فما افه كبيره وهي مشاركه القصر في هذه الالعاب اللي يشاركوا معناتها ولا لهم ادمان اللعب على الرهان الرياضي. ولكن تدخل انت للتنظيم، علاش ديما التدخل للمنع؟ نحبوا للمنع والمنع. الدخان اكل عام ذكر برك نقطه سريعه مختار، وقت تعملت السيجارات الالكتريك اللي اول ما عملوها تعملت بعض البوتيكات في تونس على اساس باش يعملوها، فوقع غلقها لانه تعطى مونوبول شركه الدخان باش تعمل هذا المشروع. شنو النتيجه؟ ما تعملش بالضبط، ما تعملش المشروع، معناها قبر ميتا، والاخرين اللي عملوا هذه المشاريع اغلقت المشاريع نتاعهم. بالتالي عوض المنع خلينا ديما نفكروا في
التنظيم وليس المنع، التقنين وليس المنع. التقنين وليس المنع، التنظيم، التأطير، التقنين. مش 3000 ولا 7000 مليار تاخذ، ما يمش تاخذ منهم الدولة. والدولة 40-50% تراقب، الضبط للدولة والمراقبة للدولة والمداخيل أيضا للدولة عوض المنع فقط. والمنع لأن المنع أكتشف ثم ديما اللي يسرق يغلب بالضبط، بدليل أنه قال الرهان الرياضي الموازي الأرقام المعاملات متاعه أكثر من الرهان الرياضي الرسمي الذي لم يتطور للحقيقة، لم يتطور منذ أن كان فعل قبل تو يظل يعني مدة مليتهاش الأوراق نتاع البروسبور الموجود يعرفوا فيها الناس، أما ما يعني ماهيش دارجة في تقاليد الشباب اللي مشاو إلى أشياء أخرى. شكرا مختار. فاصل سريع وراجعين المخ الهدرة. في 90 دقيقة البرنامج السياسي الأ...